رمزية هذا التقرير، هذا الإقرار الأمريكي في علاقة التاريخ، ولكن الرمزية ليست بالمعنى التاريخي فقط، يعني ليس بمعنى أنه كانت هناك روابط، كانت هناك علاقات بين المغرب، وكانت بناء كما قلت ربما إذا كنا كذلك قد سمع المغرب عندما اعترف بالولاية فقال هذا قد صنع بعد جانب اعترافات دول أخرى، صنع هذه القوة الأمريكية التي ستصبح بعد قرن تقريبا أكثر دول قوة في العلاقات الدولية المعاصرة. وهذه الرمزية هنا تلتقي مع هذا الجانب، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مغربا قويا مستقرا مبني، يعني يبني فضاءه الإقليمي بشكل مسالم بشكل قوي بشكل مندمج. ولكن دعيني أقول لك رمزية أخرى ربما هي أهم من كل هذا فيما يتعلق بهذه النقطة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول من خلال هذا المرسوم الرئاسي أن الدول يجب أن تكون لديها ليس فقط قناعة بأن هذا الحل يجب أن يكون حلا سياسيا أو حلا متوافقا عليه أو قابلا للتطبيق أو للتنفيذ كما جاء في قرارات كثيرة لمجلس الأمن، ولكن أيضا أن تكون الدول لديها الشجاعة بأن تكون أن تقترح الحل الحقيقي لهذه لهذا النزاع، أن يكون لها يعني تصور واضح ونقطة حقيقية لحل واقعي، بأن تكون هذه الصحراء المنطلق الأساسي هو أن تكون الصحراء مغربية. إذن الدلالة الأساسية والرمزية الأساسية هي تنطلق من هذا المنطلق الأساسي الآن أمام الدول ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية، القول قول مفصول فيه، والمغرب الآن أعتقد لم يعد يعني يرضى بأن تكون فقط الدول تقول بأنها مع الحل السياسي مع ما تذهب إليه الأمم المتحدة مع ما تقره الشرعية الدولية. هذا شيء جيد على كل حال، وهذا يعني بسط أو سحب البساط من كثير من مواقف كثيرة كانت مساندة للطرح الآخر بالنسبة للانفصاليين، ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقول للعالم، تقول لهم بأنه الآن يجب أن نقر بأن الحل الأخير والنهائي ينبني على هذا المغرب التاريخي، المغرب القوي، المغرب الذي له علاقة والذي واصل من هذه أساسا على أن الصحراء مغرب واصل من هذه الفكرة. يعني كيف يمكن البناء، وهل من اليسير أن يتم البناء على هذا الإنجاز الدبلوماسي من أجل استصدار مواقف مماثلة من قوى عظمى من دول كبرى خاصة في أوروبا وفي أمريكا الشمالية؟ هناك تعبير عن دعم مقترح الحكم الذاتي، هناك تأييد للمسلسل مسلسل التفاوض. هل يمكن أن نذهب في مواقف هذه الدول ونراهن على مواقف مماثلة للموقف الأمريكي؟ أنا أعتقد أن هناك اتجاهان اليوم يبدوان بشكل يعني ربما متقاطعين أيضا يعني أو متقابلين أحيانا يعني بين التقاطع والتقابل. هذا الأمر يعني في إطار ما يسمى بالشرعية الدولية وما تذهب إليه أساسا يذهب إليه أساسا خصوم الوحدة الترابية للمغرب، يتحدثون عن أن هذا يحاولون التقليل من قيمة القانونية والقيمة والأثر الجيوسياسي الكبير لهذا الموقف الأمريكي بادعاء بأنه المسألة موجودة داخل الأمم المتحدة وفي نسق الجماعي بين الدول. وهذا أمر يعني على كل حال فيه قدر من الصحة، ولكن يعني حق أريد به باطل إن شاء الله نقول. ولكن أيضا في المستوى الآخر، في المستوى العلاقات الثنائية، الذي يبني هذه العلاقات الجماعية هي الدول، وهذه اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك أيضا محاولة للتبخيس من هذا القرار ومن هذا الموقف التاريخي للولايات المتحدة، وأنا هنا جئت لكي أعيد هذه القوة والزخم الذي يعبر عنه هذا القرار الأمريكي. أولا لأنه لا يمكن أن يعني نناقش أشياء بمعنى أنها حدث عابر وحدث عادي جدا. الولايات المتحدة هذه ليست جمهورية من جمهورية الموز، يعني يستفيق رئيسها في الصباح ويصدر مرسوما يعني هكذا ويقول بأنه يعترف بمغربية الصحراء، لأن الأمر يعني مزاجي أو شيء شخصي أو شيء من هذا القبيل، وهذا الأمر يثير كثيرا في تحليل يعني غير موضوعي في كثير من الأحيان. هذه جمهورية أو دولة قوية جدا ولديها مؤسسات ولديها روابط داخلية وتأثيرات على المستويات المؤسساتية الداخلية والخارجية، ما تستطيع معه يعني التأثير في مواقف الكثير من الدول. أنا الآن في مستوى أول ثم في المستوى الثاني أتحدث،
يعني الولايات المتحدة لم تقرر فقط أننا صحراء مغربية، ولكن أيضا أقامت قنصلية في مدينة الداخلة. سنعود طبعا، سنعود للجانب الاقتصادي. هذا فقط ربطا بأن الآن تقول حتى للحلفاء الولايات المتحدة هذه منطقة للإزدهار. طيب هل سيكون من اليسير؟ يعني سؤالي أعود إلى نفس السؤال، حتى الاتحاد الأوروبي وباقي الدول، نعم سيكون من اليسير يعني إقناع دول أخرى في أوروبا في أمريكا الشمالية إقناعهم بكل هذه المعطيات بما فيها أيضا الجانب الاقتصادي وهو مهم جدا؟ حتى بعيدا عن مستوى الإقناع، مستوى الواقعية تقول بأن الولايات المتحدة في ظل أولا أن إقرار واقع حقيقي وعادي بالنسبة للمغرب ولقضيته، فهي تقول أيضا بأن المجال فيه تنافسية كبيرة ومستقبلية، بمعنى أن الآن هذه الأرض هي موضوعة في اتجاهات استراتيجية عميقة جدا اتجاه إفريقيا مثلا، وبالتالي فإن شركاء المغرب التقليديين مثلا من قبيل الاتحاد الأوروبي، أنا أعتقد إذا لم يكن لديهم يعني ملحقة في الدخل أو في العيون، هذا أمر يدخل في باب عدم الوضوح أو عدم يعني واقعية، لأنه الآن على الأقل في مستوى التنافس الاقتصادي يجب أن تكون هناك علاقات واضحة للاتحاد الأوروبي مع المغرب، ليس من باب النفعية فقط، ولكن كما قلت بأنه من باب عدالة القضية أولا، ثم بأن هناك سابقة من دولة يعني هي رائدة ولديها مواقف ليست مبنية على الهوى وعلى فقط على الجوانب المصلحية، ولكن لديها أيضا جوانب استراتيجية وعمق في الرؤية المستقبلية، وهذا دليل وخطاب موجه للقوى الفاعلة في العلاقات الدولية الراهنة، وهي القوى الأساسية في العلاقات الدولية على رأسها الشركاء الأساسيون للمغرب ودول الاتحاد الأوروبي، إما في سياسة مشتركة باعتبار مشاركين في العلاقات مع المغرب أو فرادة دول يعني أو دول على الصعيد الفردي مثلا، كيفما كان الحال سيكون ذلك مناسبا وعادلا. سأعود إليك دكتور يعني شيخ.